ميراندا يحاول فيها على برازيلي، السفير من رمية جانبية تنفذ، رمية التماس وتلعب، يوفيتش يوفيتش يوفيتش، جول جول، فعلها الموتينيغري، أفرحهم الموتينيغري، تمكن الموتينيغري. يا سلام يا سلام، هنا لقطة الختام، وهنا الانتر يتمكن من التسجيل. يوفيتش استطاع أن يسجل بعد محاولات ومحاولات، بعد كرات وكرات، أتت الأخيرة يا إدواردو، أتت القافية يا ريجا، استطاع يوفيتش أن يسجل، ويا له من هدف، يا لها من كرة في الزاوية البعيدة. هاتها يا سبورتيلو، هاتها يا سبورتيلو، في كل كرة تصديت، في كل كرة أبعدت، ولكن هذه الكرة ليست ككل الكرات، هذه الكرة ليست ككل المحاولات. انتر هدف، أتلانتا لا شيء، وأخيرا تفرح جماهير الانتر، وأخيرا جماهير الانتر تتمكن إذن من الفرحة والسعادة والقفز في مدرجات هذا الملعب. وشاهدنا الفرحة الكبيرة، وكأن المباراة في الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا، أو كذلك من أجل لقب تعودت عليه هذه الجماهير.